الدبلومات الفنية عام 2018، ده في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، وأكدت إحصائيات ونسبة أكدت إحصائيات ونسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية إن جميع نوعيات التعليم الفني نظام 3 سنوات وصلت نسبة النجاح العامة فيها ل 57%، وبلغ عدد كمان المتقدمين من الطلاب 697,015 طالب، وحضر منهم 694,454 طالب، نجح منهم كام بقى؟ نجح منهم 399,837 طالب، وبلغ إجمالي الطلاب هنا الراسبين بالدور الثاني 233,873 طالب. نروح نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وبحضور نائب الوزير لشؤون التعليم الفنية الدكتور محمد مجاهد، تم فيه الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2017-2018. في الدول المتقدمة كلها النسبة اللي بتخش تعليم فني مثلا 80%، واللي بيروحوا التعليم العام دول الأقل، بس بياخدوا تعليم بمستوى من المهارات ومن الجدارات عالي. الظاهرة اللي شفتها أول سنة جيت فيها هنا لازالت مستمرة، وهي ارتفاع نسبة الطالبات في أوائل الطلاب، مش ارتفاعها هي الأغلبية، اكتسحوا يعني. فالأوائل 33 منهم 25 بنت. وزير التربية والتعليم أكد خلال المؤتمر أن التعليم الفني يستقطب كثيرا من الطلاب، وأظهرت آخر إحصائية أنه تم استقطاب 50% من الطلاب، خاصة أن التعليم الفني قائم على الجودة ويتقاضى فيه الموظف أجورا مناسبة. زملائنا في قطاع التعليم الفني عندهم خبراء على أعلى مستوى بيقدروا يصمموا هذه البرامج، وبيقدروا يعملوها بجودة عالمية. فاحنا هنبدأ على طول، معنا شركاء أجانب من دول أوروبا ومن دول أخرى بيساعدونا في عملية التحول، إنه المنهج يتصمم على أساس إكساب الطالب الجدارات المقننة والمخططة في هذا التخصص أو في تخصص معين. وكشف الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني أن أحد أوائل الدبلومات الفنية للعام الحالي عمره 50 عام، وأعلن أن الطالب هو أحمد محمد المليجي إبراهيم، وهو الأول على شهادة الدبلومات الفنية المتقدمة الفندقية، وحاصل على مجموع 93.86%. ومن ضمن الخطط التي طرحت في المؤتمر تطوير التعليم الفني ليواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بخبرات ذات كفاءة عالية. عمرو عبد الحميد، الحياة في مصر. من أول شهادة خدتها كان عندي 39 سنة، اللي هي بكالوريوس تجارة. بعد كده خدت بكالوريوس زراعة، وآخر حاجة خدتها الفرنسي حقوق. كنت في الأول في التعليم، بس والدي توفى وأنا في ثالثة جامعة، فسبت التعليم ونزلت اشتغلت في المحل. بعد كده ندمت على إني سبت، مكملتش، ورحت مذاكر بقى تاني، جبت الشهادة دي. موضوع السياحة والفنادق ده كان جاري طالب سياحة وفنادق، وأنا عندي حب للاطلاع، فكنت بشوف المواد بتاعته، فقلت له يا فلان صدقني كتبك أنا هذاكر وراك سنة بسنة. وفعلا مشيت وراه سنة بسنة. أنا كنت عارف إن أنا حل كويس وهجيب مجموع، بس متوقعتش من الأول. أنا وانت أطلع الأول على المدرسة حاجة محدودة يعني، متوقعتش الأول على الجمهورية صراحة. طبعا فرحت الحمد لله، ونتيجة التعب يعني، لأن طالب منازل ما كانش بروح المدرسة، كنت بروح يوم في الأسبوع أتابع بس أشوف أخدوا إيه وبتاع كده يعني، وأشوف العملي، لأن كان في هناك عملي ونظري، لكن ما كنتش بروح منتظم لأني مش طالب. لا، السن عمره ما كان عائق. وفي علميا بيقولوا ان كل ما الواحد بيكبر في السن قدرته على التحصيل بتقل شويه، ماشي، بس تقدر تتغلب عليها لو بذلت المجهود، هتتغلب عليها وتجيب زي الشباب واكتر كمان. هو انا كنت باخد الشهادات مش عشان الشغل، مجرد شغف علمي يعني. انا مثلا سمعت عن مجال معين احب اقرا فيه، سمعت عن مجال تاني احب اشوف ده ايه، حب فضول علمي، واخد بحضرتك. بس ممكن بعد ما اخد سياحه فانا افكر ان اخش في مهنه معينه جنب محلي برضه، ممكن اشتغل بيها بعد ان شاء الله بعد ما اخلص يعني. النماذج او النموذج الاخير اللي احنا شفناه والنماذج اللي زيه بتدي الواحد امل دايما، بتخلي الواحد دايما يبقى حاسس ان مفيش حاجه اسمها زي ما بيتقال كده بالانجلش يعني it's too late. لا، it's never too late. مفيش حاجه اسمها الوقت عدى خلاص كبرنا. انا مش عنده 52 سنه وطلع الاول في الثانويه الفندقيه الاول،
فمفيش حاجة مستحيلة طالما في إرادة، مفيش حاجة مستحيلة لو عندك حلم بس إن أنت تسر إن أنت تحققه. فنموذج زي ده أعتقد إن هو يعني كده في نوع من الإيجابية. نروح بقى برضو لل